خدمناك خدمة العمر بفرزك وعدتنا انك جاهز معنا على اي خدمة للموت. شباب! مين انت ولاد؟ مين انت؟ مين انت؟ آدم نزل على الأرض بسبب تفاحة، واستمرت هاي الوراثة بجينات جنس آدم كله. كل شي بيلزمك لحتى تكون كل طلباتك أوامر هو تفاحة تبقى عطول بجيبتك، والأهم الأسلوب اللي تقنع فيه ابن آدم اللي مقابلك يأكل التفاحة. ولادي يلحقوك بعد ما تهرب بنفس اليوم. عم بقول لك القصة كبراني ومستحيل تنحل بدون كبش فدا، والمعلق وسام بيقول لك نلبس الموضوع لأبو هادي أحسن ما تنطبش براس الكل، وبعدين هو بيتصرف وبيسحبوا منا. هذا الحكي بتحكيه قدام التلفزيون الجاي يصور بالحرف. خير ما عمل معلمك عقل وبعت المصاري. احترم المكتب اللي قاعد فيه ونزل مكسورتك يا هيثم. طيب شو رأيك أني جايب لك معي هدية وبعدها وحياة شواربك ما برضى حاكيك إلا ورجلي على طاولتك؟ تأدب ولك تأدب، وهلا هلا بنده للمرافقة يرموك مثل الكلب برا. ما بدي أشوف شي، كلمتين ورد غطاهن. الخمستاشر مليون معك بالشنطة ولا لا؟ شوف شوف الفرجة ببلاش. لآخر مرة عم حاكيك. أنا اللي لآخر مرة عم قلك لا تفوش وتكبر راس. بيقولوا لك بتعرف ديتو اقتله، وديتك عنا بهاي الفلاشة. تفرجوا بعدين احكوا.